هو كي كلمة كمية اللي وراها قلق ومش كلمتي أنا نجي نحط يدي على البلاصة اللي توجع ولا البلاصة اللي تضحك وأنتي وضميرك وأنتي والانتربريتاسيون متاعك أنا قلت كلمة كمية قاموا ولت أخلاق واحد قال لك أنا نبكي في الشباك ومرتي باش تضربني والآخر قال من فضلك هيبة الرئيس كان هيبة الدولة كاملة تيح بكلمة كمية سيكو الدولة شدة في كحل جو بورت سكو بورت مون بوبل اليوم الشعب اليوم كي يشوف ولا الرئاسة يقول كمية في مخه ما يقولش حاجة أخرى لأنها معاش الرئاسة ذيك توحينا لا بقيمة لا بقدر لا إن نحسوا روحنا حامينا لا نحسوا روحنا يمثلنا كلامك واضح أرجع لي هل حبيت تطردهم لا أولا ساعة كلمني معز على أساس باش نجي نحكي على لا فاموز فيديو نتاع لو 13 جانفي إي باعتبار سامحني أكا هو كيما أنت بعد ساعات تكلمني وهاك لا بروف تقول لي لطفي إيجا ميم با نحكيو قول لك اوكي نجي ولا ما نجيش خلينا نكمل لك عاد لا باش نفسر خاطر فما ناس قال لك متفاهم مع معز وما تفاهم متفاهم مع حتى حد بيرسون نو ديكت مي بونسي انا لا ما حزب لا ما حتى حد انا ونتحمل مسؤوليتي 100% راهو في اللي صار في معز معز ما عنده حتى مسؤوليه مسكين جا قال لي لطفي بويسك هي تحكي على 14 جانفي نحبك تجي تحكي على 13 جانفي قلت له معز مثبت تحب تستدعاني انا قال لي راهم خلطه فيها هيثم المكي زاد نشكره اللي وقف معايا وفيها سياسيين والله لا نعرفهم ولا سالت اساميهم والله قسما عظم بخلاف ربي ما نحلف بحط شيء انا راهو كي تقلت البلاتو حتى الاخر وقت ما قدم لي روحه ما نعرفوش لا هو لا الاخر هذاك اللي يبكي في البركون والله لا نعرفهم والله 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 يتيح فيا ربي لا نعرفهم وعمري ما ريتهم عمري ما ريتهم واحد عامل لحيه نتاع سنافر والاخر عامل لحيه تكون فولون سكت وما حبيتش دخلت لاني باش نعمل البوز لاني مش تبول جيت نحكي على الفيديو هذيك ونمشي الاخر بدا يبرمش فيا اخويا الاخر خزر بدا يتمحمس هكا يعمل هكا وقال لي انت ممنوع في الجنوبه قلت له خويا وقابس وجربه نمشي لهم في المانيا والاخر بدا هكا بدا يتلصق عليا وبدا يعمل لي فك انا فهمتكم ما قلت هذوما ظهر لي فارم يلعب على الزبيب خويا زبيب الناس ما يقولوها زبيب ما فيها شيء كي تخلطها بالحمص وجبن تولي خايبه باهي زبيب وحدها يا اخي خويا من بعد كي عرفتهم هما شكون من بعد كي روحت وقالوا لي هذوكم شكون وقالوا لي فما واحد كان المشاش ومتاع صخر الماتري وفما واحد خرج للشعب التونسي يقول له موتوا بغيظكم وا زدت فرحت وقلت حقني زدت عطيت اكثر بالحق ما تعر... ما... ما... وقتها مع ما فهمناش ما تعرفوش وقتها طارق الكحلي مدير معهد الاستراتيجيه شنو فما في القصر مدير معهد استراتيجي قري في الرئيس اش يعمل مدير معهد فما ليسي بريفي في القصر في بنيش اش يعمل مدير معهد استراتيجي اش يعمل تي الرئيس لابسينه هكا عامل اش يعمل والله كان جيب له جوتشي الرئيس ما يعمل ديبرسيون نيرفوس هذاك حاطينه بلوس رئيسنا والله اللوم عليه حقوقي ومناضل صحيح اللي كلمني يقول لي دكتور الدكتوره نتاعو راهو تنازل عليها وقت ذا الكرسي هذاك لانه صحح والناس الكل تعرف بدون صلاحيات اش معناها انت جاينا حاطينك الوهره وين الوهره يا عمي حاطينك الوهره المرزوقي ولدي قد ما تجيب جوتشي ما يعمل ديبرسيون معاه فهمت بقى اوروزمون ما عادش كيما زين عابدين قبل تصوروا اوبليغاتوار في القهوه وفي الرسترنات ما عادش يدخل حد دونك انت ما حبيتش والله مش نيتي بالحق ما جيتش ما عامل حد شيء جيت على اساس قلت طيب باش نحكي ربع ساعه غدوه مسافر على روحي ماشي باش نعمل اللي قال حاجتين عملوا ريحه لطشي العبدلي والزبله وقتها صار اضراب عوان البلدين كل اناء بما فيه يرشح ما يحكي على الزبله كان الزبله هاو شفنا ديرنييرمون نهار كامل في السيد في البلاتوهات قدام بنتومية وفنانين واللي يكلموا علي نهبل عليه وانا مدير تاع شنو تاع النقابه ودرا شنو كي جاي قدام الغنوشي خويا قدام السلطه ولا كي دجاجه كان انا وقتها بابا خويا رقاص قل له انت حريم السلطان نتاع الغنوشي بابا العزيز انت سنب الاغا بالنسبه لي انا سيدي الشيخ بالله سيدي الشيخ عندي غناية ليك سيدي الشيخ ناقص كان يشتح له راقصة باش يقول له يا سيدي الشيخ ولا ويشكي له توا شكون الغنوشي باش تجي انت تقول له نحن الفنانين يا سيدي الشيخ مهمشين مش يهمه رئيس حزب هذاك اش دخلوا سلطة